يا صباح الورد يا وردة، منك ليها. تعالوا شوف روتين كوكي النهاردة. قامت من النوم بهدلت الدنيا، تمام، وطبعا بعد ما مامي ما غيرت لي البامبرز وفرحت لي وبهدلت الدنيا ليها، فعشان لقيتها زعلانة فقمت اروق شوية. شلت الحاجات ديت من على الكنبة وبوظتها تاني، تمام. زهقت طبعا وتعبت من الحركه دي، ان انا رتبت الكنبه وقمت العب شويه واجري شويه وبهدل الدنيا تاني في الريسبشن الناحيه التانيه، تمام. فوقعت الشيبسي على الارض، اكنسه زي ما انتم شايفين كده. طبعا المكنسه ما كانتش شغاله، بس انا هو بكنس وبنضف. عندي النيه، طبعا النيه موجوده، فنضفت وبوظت المكنسه وخلعتها من بعضها في الاخر خالص. طبعا زهقت طبعا وتعبت جدا، قلت اروق على نفسي. قلت اعمل ايه؟ تعملي ايه يا كوكي؟ مش عارفه اعمل ايه. بدور على اي حاجه كلها مش لاقيه، بدور على حاجه بوظها مش عارفه. فلقيت ايس كريم في الفريزر بتاع التلاجة الصغيره. حبيت اروق على نفسي طبعا بعد كل روتين النهارده وتعبت جدا. فقعدت اكل ايس كريم وبحاول اهدي نفسي شويه وادلع نفسي شويه. هل انا كده غلطانه؟ هل كده مامي تزعل مني ولا المفروض تفرح بيا؟ وعماله اتحايل عليها واقول لها خدي حته وما تزعليش، وبرده فضلت زعلانه. يلا باي مع روتين جديد.